حابة أعمل عظم البارزة بأنفي، وبحس أنفي شوي هيك نازل شوي، يعني حابة أرفعه، يعني حابة أعبي الفراغات الموجودة بأنفي. توجهت للحل غير جراحي لأنه صراحة أقل وجع، أني ما كتير بحب أعمل عمليات جراحية، وبنفس الوقت لأنه بيطلعني مور ناتشرال، بدي أتوجه للناتشرال أكتر من الفيك لوك. أشوف حالي أحلى شوي، يكون عندي ثقة بحالي أكتر. بعدين ممكن نحتاج نثبت الصورة، ها نرجع لها. طيب، لمزيد من الإيضاح حول هذه التقنية الجديدة معنا في الاستوديو ضيفتنا الدائمة أخصائية الجلدية في مركز أوباجي أبو ظبي الدكتورة أروى علي. دكتورة أروى، أهلا وسهلا فيك. هلا، كيف الحال؟ الحمد لله. إيش الفكرة الجديدة في هذه العملية؟ متى نشأت؟ ما الذي تختلف؟ ما هو الاختلاف بينها وبين العمليات الجراحية؟ طبعا الأنف صاير عضو رئيسي بالوجه، فهو جاي بمنتصف الوجه، فأحيانا إذا كان حجمه زايد أو في أي مشكلة ممكن يسبب إحراج للرجل أو للمرأة. هلأ الفكرة الجديدة بهالموضوع، إحنا كيف ممكن نصلح هالموضوع ب 15 دقيقة بدون ما نحتاج أنه يصير في تدخل جراحي. طبعا في استطبابات معينة للموضوع، في ناس عند العظمة مثلا بارزة شوي فبيكون عندها مثل التجويف مثلا من فوق ومن تحت العظمة، في ناس عند الأنف غير متناظر ممكن يكون جاي مثلا على جهة واحدة بسبب ضربة بسبب انحراف بالغضروف، وفي ناس ممكن تكون عاملة عمل جراحي معين وما زبط معاهم فممكن يضبط لهم ياهم، وفي ناس ايموشنال يعني عاطفيا لسه مجهزين للجراحة التجميلية، فممكن هالعملية بالعيادة البسيطة تعطيهم النتائج اللي بدهم اياها بدون ما تكلفهم كتير لا تخدير عام ولا اي شيء. طيب المشكلة ما هي في التخدير، ولكن بصراحة دكتورة أروى اليوم لما احد يكون عنده مشكلة في الانف، انت اكيد تجيك اكثر من انف، انف فوق انف تحت انف يمين انف يسار، كل هذه الأنوف تضبط عليها هذه العملية أم أنه في بعضها تحتاج إلى جراحة فعلا؟ طبعا هلا إذا كانت الحالات ممكن تتصلح بالعيادة نحن بنقول للمريض، أما إذا غير قابل للتصليح طبعا فنحن بننصحه بالجراحة التجميلية، خاصة إذا الأذى قوي، إذا كان عنده مثلا كسور متعددة، عنده مشكلة بالغضروف، أو يعني في أشياء واضح أنها ما رح تتحسن، أو حتى لو عملت له إياها ما رح تقدم له شيء، ففما داعي وقتها بهالوقت هيدا نحن يعني نكلف المريض ماديا في كرمال شيء ما رح يقدم له أي شيء من ناحية المنظر لأنفه. طيب هل هناك يعني آثار جانبية للعملية هذه؟ أثناء وضع المادة ممكن يصير تورم بسيط، وأحيانا بأوقات جدا قليلة ممكن يصير كدمة، لكن ليست شائعة. التورم بيروح بعد حوالي 3 أيام، والكدمة بتقعد حوالي 3 إلى 5 أيام كمان بتروح، ما في أي شيء آخر يعني مضاف للموضوع. المادة اللي بنستخدمها هي مواد آمنة، يعني نحن المادة اللي بنستخدمها هي الهيانوريك أسيد، وهي مادة عادة ما بيرفض الجسم. طبعا أنت تتكلمين عن شيء مثلا أنت تعرفي هوس عمليات تجميل، يعني في ناس يروحون يقولون أبغى أنف فلانة أنف فلاني إلى آخره ويعملون على هذا، هذه التقنية تعطيهم هذا الشعور أم أنها لا تجميلية؟ لا حسب أنفك نفسه بتحتفظ فيه، المريض بيحتفظ بنفسه، يعني على بند ما أقدر أساعدك أكثر من كذا أبدا. هذه هي فنفسه أنفه بيحتفظ فيه، إذا عنده مشكلة ممكن أضبط ليها، لكن لحتى نقلد غير ناس ما بنقدر بهالطريقة. هي أبدا. طيب إيش تخيلك أنت لهذا الاكتشاف، إلى أي مدى ممكن يتطور أكثر؟
هذا التطور عادة محدود لأنه المادة المستخدمة هي الفيلر، فبتساعد بطريقة محدودة لناس معينين، يعني مش كل الناس أنه ممكن تقدم لهم هالفائدة. فهي فقط أنه عيادية تكلفتها أقل، الألم أقل، آثارها جانبية أقل، وتعطي شعور بالرضا. ليه؟ لأنه الأشياء قابلة للتراجع فيها. لا، في ناس تعمل جراحة وما بتزبط، بصير بقى التصليح أصعب لأنه في صار كسر وصار في عملية جراحية. أما بالفيلر كتير سهل، إذا ما عجبه للمريض أنه بعد 3-4 شهور تروح الدواء. طيب أنت الحين ذكرتي موضوع الكلفة أقل 3 مرات من أول ما بدأ. عندك إصرار بدي أسألك. أوكي. كم الكلفة؟ يعني بدأ إبرة المريضة، الإبرة ب 1500 درهم. أها. يعني فيك تغير وترتاح نفسياً ب 1500. برياحة تماماً. طيب، هذا يحتاج إنه كل 6 أشهر ترجع تحقن مرة ثانية؟ تماماً، كل 6 إلى 8 شهور فينا ترجع تعمل ريبليسمنت للمادة. طيب، سألنا إحنا على الكلفة، عن التقنية، كيف الإقبال عليها أخيراً؟ كتير حلو، وكتير ناس صارت عم تحب الأشياء البسيطة لسببين. الناس بلشت الجراحة التجميلية تزعجها لأنه صارت الأنف متشابهة، فصارت تعطي مظهر كتير اصطناعي، يعني وفي ناس بتحب تحتفظ بملامحها بس إذا في عندها أي عيب أو أي ديفو أنها تصلحها. فكتير هلأ الإقبال عليها جيد، وخاصة أنه مثل ما أنا طريق الرجعة محسوم مش مثل الجراحة، يعني صعب الرجعة فيها سهلة مش مثل العمليات الجراحية. دكتورة أشكرك الحقيقة على حضورك. شكرا لأخصائية الجلدية في مركز زوباجي أبو ظبي على هذه المشاركة. ألقاكم بعد الفاصل.